السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كف دموعك لا ذقت الأسى أبدا، عندي الدواء فبشر قلبك العاني. إن ضاق صدرك من هم فخذ جرعا من التسابيح وارشف آية قرآني. ثم التهم قرص ورد في الصباح وفي وقت الغروب تناول قرصك الثاني. ما قلت إلا بعد تجربة، جرب فديتك واغنم عيشك الهاني. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.